يا رب صح. كان يقولوا مرحبا، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، بس دخول بقاعدة أرض جديد. هلو هلو، وعليكم السلام، يا حي الله. وعليكم السلام، يا أهلا. هلو هلو، I'm good I'm good I'm good How are you, Sam? I wish you a great day. Hopefully that you've been good so far. طيب، بدي رابط الحصة لو سمحتي. وعليكم السلام، ثانك يو. ماي شير ماي وايت بورد. وعليكم السلام، اهلا اهلا. رمضان كريم علينا وعليكم. هاي حصة صف التاسع، ليست بثامن. تمورو ان شاء الله بيكون حصة الثامن. تمورو يعني تمورو. وعليكم السلام، الله يعافي قلبك، الله يعافي قلبك يا هاجر، سامح الجميع، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. رابع، أتفق جدا الصراحة، الله يعافي قلبك. اليوم راح ناخذ reading text some exercises، يعني حاجات خفيفة لطيفة. إذا أخذنا المدرسة شو هو؟ شو اللي أخذناه؟ على إيش بتاخذ؟ لا هي مش حنخذها، إحنا حنبلش في هون، حنبلش بال حليناهم هذول ولا ما حليناهم؟ حليناهم هذول، حليناهم بس شو أخذنا من الكتاب اللي هون؟ يلا احكوا لي بس، ذكروني شو أخذنا. حلو، بصير اروح مشان على دراسة الكوميات. طيب، في عندنا كويز اخر الحصة 25 سؤال على القاعدة، ممكن نعمل مراجعة على القاعدة اليوم. احنا الاكتيفيتي بوك حليناه، استاذ الشاشة مش واضحة، حاولي ثبت النت، مش تكون مشكلة في النت. الساعة قد ايه؟ ممكن 4، ممكن 4 وربع، يعني انت وحظك. وصلنا صفحة 42، وين 42؟ طيب خلينا نفتح الاكتيفيتي بوك الطريقة عشان نعرف احنا ايش بدنا ناخذ اليوم. انا عارف انه بدنا نقرا المستقبل، تكون ريدي بين الدرس، بس الصف التاسع اكتيفيتي بوك، خلي بس حما يفتح. الله يعافي قلبكم يا رب، يرضى عليكم. طيب خلاص نعمل 4 وربع، اذا 4 وربع بنبلش الكويز، مش ربع ساعة. خلاص نعمل 4 وربع، يا حي الله. كنت ياسين في عنا مرح، اوكي، بس بدنا نشيل موضوع تعديل الاسماء، وثواني ما نجي. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ، هسه احنا اي صفحه بدنا ناخذ اليوم؟ والله يا استاذي لسه بدنا نشوف، بس احنا كنت مفكر انه بدنا ناخذ بالاكتيفيتي بوك، سوري بالستودنتس بوك، بس بيقول انه احنا اخذنا حلينا اغلب الصفحات. طب احنا في اي وحده؟ ماني دزنت باي هابينس. احنا تقريبا خلصنا الاكتيفيتي بوك، خلصنا اشياء مهمه بالاكتيفيتي بوك. طيب اللي حيصير خلصنا. اليوم، طيب اللي حيصير اليوم، احنا هاي بتذكر احنا برضه حليناها لحد هون، صح؟ حلينا لحد صفحه 52. طيب اللي بدي اياكم تعملوه، راح ناخذ صفحه 53 و54، بعدين بناخذ كويز على القاعده، كويز بنرجع نعمل مراجعه. يستكرم يا سندس، نعمل مراجعه على القاعده كمان مره، وناخذ هيك حل تمارين مع بعض، والكويز الاساسي اللي عليه الجائزه راح يكون على 4 وربع، هيك عشان نكون امورنا تمام. احنا حصلنا من 3:30 ل 4:30، هيك الاثنين بيطلع معكم تمام، صح؟ شكرا لك يا بكره استاذ. ثيرد كريسنت. يس، Thank you very much. You're so welcome. طيب خلينا نبلش هسه بالمقدمة. يلا اوكي تمام، افتح لكم مايكات كمان شوي عشان تبلشوا تقرأوا. انا في مرة اقرأ احكي المقدمة صح. طيب
السلام عليكم، معكم أستاذ أدهم من منصة أبواب، مدرس اللغة الإنجليزية. رح نكون مع بعض بحصة أسبوعية تفاعلية مباشرة، رح نراجع فيها الدروس المستصعبينها ونحل الأسئلة المهمة ونحل أسئلتكم، وأكيد أكيد ما رح ننساكم من المسابقة. حصصنا ما رح نقدر نشرح فيها الدرس كامل، رح تلاقوا دروس كاملة مشروحة موجودة داخل المنصة. الخدمة هي خدمة مجانية لجميع الطلاب من الصف السادس إلى الصف العاشر، فبتمنى انكم تاخذوا الرابط، هي موجود داخل التعليقات، تاخذوا رابط الحصه وتنشروه لاكبر قدر وعدد ممكن من الطلاب عشان نضلنا مستمرين مع بعض، واكيد تحكوا لهم انهم ينزلوا تطبيق زوم. اكيد ما راح ننسى ان نجاوبكم على اي استفسارات عندكم واي اقتراحات من خلال الفورم راح نبعثه خلال الحصه واخر الحصه بخصوص وقت الحصه، مده الحصه والمنهاج واي شيء ثاني بخصوص الاستاذ، اي تفاصيل بدكم اياها واحنا دائما بنقراها. مواعيد حصصنا حاليا في رمضان، حصة يوم الأحد العاشر على الساعة 4 من 4 للخمسة، يوم الاثنين عندنا السابع من 4 من 5 للستة، اليوم الثلاثاء عندنا حصة التاسع تعدل وقتها خلال رمضان فقط، بدل 6:30 صارت 3:30 4:30، وعندنا على الساعة 5 من 5 للستة حصة السادس، وبكرة عندنا حصة الثامن على الساعة 5. منهاج احنا حاليا هو منهاج الأكشن باك، منهاج المدرسة الحكومي. وصلنا احنا صفحة 53، volunteer save lives, open your students book page 53, our lesson plan is going to be in. هنأخذ بشكل بالتالي صفحة 53 صفحة 54، بعدين رح نعمل مراجعة على القاعدة بالأشياء اللي حكينا عنهم، ورح نعمل مسابقات نحل مع بعض تمارين على القاعدة، نشوف الطريقة. الحصة الثامن بكرة على الساعة 5، يا حي الله بسجل. تمام، ما راح أيضا فتحت لك المايك وسألت سؤالك ولا لسه عندك سؤال؟ المايك تبشره ولا هو مرفوع هيك على اشي، ف هو يكون الامور تمام. طيب هسه ممكن اي سؤال؟ يس أستاذ، هلا أنت لما بدك تشرح صفحة اللي مش اللي ملونة، الصفحة الثانية اللي عن الهلال الأحمر تاع المهم، كنت بدك تحل سؤال اثنين اللي فوق ولا ما بتحل؟ follow the reading strategies and answer this question before the arc. But yes, ما في مشكلة، نقرأ الأسئلة بنجاوب السؤال، تبشر. اوكي شكرا. الله يحفظك. بس هي الفكرة والمغزى من حصصنا إن هي حصص تفاعلية عشان نحل مع بعض، نستمتع مع بعض في وقتنا ونستفيد. ممكن بس شرح سريع للقاعدة، تبشري يا أماني، خلينا ناخذ الصفحتين هذول لحد الساعة 4، يعني عشان تكون ترتيب وقتنا لحد الساعة 4 بناخذ الصفحتين هذول، بعدين من 4 ل 4 وربع مراجعة وحل التمارين، مراجعة للقاعدة وحل التمارين، بعدين على 4 وربع بكون ديفويس، هيك بتطلع امورنا جدا جميله وجدا صفحه. طيب Teacher, فيرست you تفضل. forget my mic. لا دور ابارت، as long as we don't open it randomly دور ابارت. اوكي، what we are going to do today is going to be I'm going to leave the chat open but I don't want you to write random stuff. Anyone who writes random stuff is going to be banned. اوكي؟ يلا رح اضلني فاتح الشات عشان ساعدوني بالحل، لو عشان لو مش الكل حاب يفتح مايك، واللي معهم مايك رجاء ما تفتح المايكات بشكل عشوائي، يعني انا بالعمد تركت لك اياه، بس انه شو اسمك انك حاطط ايرن نيجر، يعني انمي فان. وعليكم Yes. السلام احمد، اهلا يزن. يزن. اوكي مستر يزن، رغد عنده سؤال، تبشر يا رغد، تفضل ارفع ايدك عشان اختار فيها. هلال الاحمر نفس الصليب الاحمر؟ لا، ما هو هلال وصليب مختلفه. نو بس نتأكد من الفقرة والصراحة عشان نكون واضحين في شغلة، أنا بدرس من السادس للتوجيه، وبدرس منهجين خاص، فأنا ما بكون متذكر شيء من النصوص، خلينا ندرسهم مع بعض. كيف بدي أسألك سؤال ترفع إيدي، اللي بده عنده سؤال يرفع إيده. أحلى شخصية إيرن، تبشر، إحنا قلنا ما لناش دخل في المواضيع هاي. طيب عندنا مستر يزن، إيش رح تعطينا اليوم؟ طيب هسه رح بعد إذنها مسبت رح تكتب لكم بالتعليقات انه خطه اليوم، انه رح ناخذ الصفحه 53 و54 من الستودنتس بوك، بعدين رح نعمل مراجعه للقاعده، بعدين رح ناخذ الكورس، رح تكون موجوده عندكم. طيب طيب هسه لا، هي كريسنت معناها هلال، وكروس اللي هو الصليب، او هسه من صراحه هسه بنمر عليها ونفهمها عشان صراحه عشان انا بكون متاكد 100%. Page 53 and 54. But first, listen to the words below in context. Try to guess their meanings. طيب I'm not gonna okay, page 50, no 53 not 43 53 معانا كلمات، احنا حنبلش فيما بعد. طيب ما راح نشغل تسجيل الصوت، راح اقراهم انا ونشتغل مع بعض فيهم. طيب perfect yes thank you. طيب aid ambulance disaster
فيدريشن، ميديك، نيوتراليتي، سفرينج، فولنتير. يلا نبلش مع بعض كلمة كلمة. ايد، شو يعني ايد؟ ايد معناها هيلب، معناها مساعد. بيرفكت. طيب امبيولانس هي سيارة الإسعاف. ممتاز. ديزاستر، ديزاستر معناها كارثة. بيرفكت. فيدريشن، فيدريشن معناها اتحاد. ميديك هو المسعف. نوتراليتي هنا معناها الحيادية، from neutral. suffering معناها معاناة. and the last one volunteer، المتطوع. volunteer. okay now we have three definitions: a vehicle for carrying sick or injured people, a sudden event that kills people or causes a lot of damage, a type of soldier who gives first aid during battles. Let's start the first one. A vehicle for carrying sick or injured people. مركبة لحمل الناس المرضى أو المصابين. Which is an ambulance. البوكس الزهر. تمام، تكرر بس نرجع للكرة. طيب خلينا نغير اللون ده. بلو ما تغير. طيب الأولى عندنا ambulance. Two, a sudden event that kills people or causes a lot of damage. حدث مفاجئ يقتل الناس أو يسبب الكثير من الأضرار. Perfect, which is disaster, كارثة. And the last one, a type of soldier, هو نوع من الجندي, who gives first aid during battles. نوع من الجنود الذي يقدم المساعدة والإسعافات الأولية. خلينا نقول مساعد. First aid, الإسعافات الأولية during battles, خلال المعارك. Which is third one, which is medic, الذي هي المسعف. طيب before you read, look at the pictures. What do you think the people are? What do you think the objects in the other pictures are used for? طيب بس عشان نكون واضحين، اوكي سوري، راح نوقف التعليقات. اعطيكم العافيه حاليا. انا بصراحه من الطلاب المتميزين عندي التاسع. طيب الفكره اللي سالت على السؤال هذا، اي ثينك كلين او ما بعرف، دائما بالحصص اللي بتكون بالصف، نحكي لانه الاستاذ بيعطيك حصه شبه يومي، الاستاذ بيعطيك حصه يومي، فبكون مطالب قبل ما يبلش قراءه انه يحكي لكم look at the pictures, what do you think, what do you think the lesson is going to be about. يعني بس بكون فيها اشياء to interact with the students، اشياء عشان يتفاعل مع الطلاب. فهم بحكي لك اطلع على الصور، صور عن ايش بيحكوا، طب هذول الجنود شو بيسووا، بس كافكار انك جهز الطلاب وتهيئهم للحصة. طيب following the reading strategies. طيب هسا عنا reading strategies، هي استراتيجيات القراءة. predicting answers، تنبؤ بالإجابات. you probably know something about the topic of this article before you read it. أكيد أنت بتعرف أشياء عن عنوان هذا الموضوع أو عن هذا المقال قبل ما تقرأه. think carefully about the question in exercise 2. Even if you don't know the answer, try to guess what it might be. Will the answer be a country, date, number or fact? طريقة ثانية في توقع الإجابة إنك تفكر إنك أوكي سوري بس انتهى بالشات. طيب الطريقة الثانية إنك أنت تقرأ السؤال حتى لو ما بتعرف شو الجواب، نبأ شو ممكن يكون الجواب. يكون الجواب دولة ولا تاريخ ولا رقم ولا حقيقة، يعني شو ممكن أنا أجاوب على هذا السؤال. If you have thought carefully about the questions in advance, finding the real answers becomes much easier. لو أنت كنت مفكر بشكل كافي وحذر على الأسئلة هاي بشكل مقدم، إيجاد الإجابات في النص بصير أسهل. يعني هاي من استراتيجيات القراءة، اللي هو مثلا أنا في عندي الأسئلة هذول، ثلاث أسئلة بدي أفكر فيهم، أقرأهم، أتمعن فيهم عشان أكون فاهمهم وأعرف وين أدور عليهم بالنص وأنا بقرأ. أول إشي دائما بقرأ العنوان وأشوف شو في عندي معلومات عليه. So we here have the red crescent، الهلال الأحمر. بس طيب بدي افتح لكم الشات، ثواني. طيب بدي افتح لكم الشات، احكوا لي بشكل سريع شو في عندكم افكار على اوكي الكتاب مفتوحه. تمام، شو في عندكم افكار على كلمه ريد كريسنت؟
ما عندك ولا إشي، ما حتى ما كانش في داعي إنك تعلق هاي الكلمة. أوكي، منظمة تساعد الناس، جميل. If you can in English, English would be very helpful. What do you know about the Red Crescent? Helping people, مساعدة الناس. برافو. أوكي، السؤال we read the topic، قرأنا العنوان اللي هو the Red Crescent. لما تقرأ أنت شو في أشياء بتخطر في بالك؟ مساعدة الفقراء، help people، في السؤال برضو. أوكي، لما تقرأ العنوان، هذا العنوان، شو ممكن شو بخطر لك لما تقرأ؟ was in Islamic countries، ممتاز، لما كنت طلبت الناس، جميل، volunteer work، عمل تطوع، ممتاز ممتاز. طيب now we're going to read following the leading strategies organization to help people. برافو برافو يا إنسان، برافو يا أحمد. They give care to people. ممتاز، بعطوا العناية للناس. طيب the first question, how did the get sorry how did the Red Crescent get its name? Why is the Red Crescent important to the International Federation? What does the Red Crescent do to help people? طيب هسه هون هو بده ايانا انه نجاوب هاي الاسئله قبل ما نقرا احنا النص. فانا حابب انه نقرا النص بعدين نطلع اجابات هاي الاسئله بشكل فعال اكثر، يعني نطلع الجواب الصحيح 100%. طيب هو wants to read، يلا نختار ناس من اللي رافعين ايديهم عشان يقراوا. تفضلي. اقرا انا استاذ؟ اقراي اول ثلاث اسئله اللي عندها وقت. Okay. The Red Crescent. In 1877, the Ottoman Empire went to the war with Russia. The medics who took care of the wounded soldiers on the Russian side marked their influences with Red Cross. That's fantastic. Thank you. Bye. بدنا هسه بدنا حدا يكمل قراءة الفقرة كاملة بعدين نقرأها ونشرحها. تفضل مستر يزن. This was the symbol used by all countries to protect medicine during battles. However, the cross reminded the Ottoman Empire of bravos who against soldier carrying a similar flag. So the Ottoman officials used the Red Crescent to mark their emblems instead. Sometime later. لا بس لحد هون، برافو. بس هسه بدنا حدا ثالث يكملها. برافو برافو. يسلم يا يزن. يسلم يا انسان قبل. Now we have Vitaj or Wissam, whoever opens his mic first. يلا يلا فتحت المايك لثلاث أشخاص، إذا واحد منكم يحكي. وسام، سندس، ريتاج. حسين، تفضل يا حسين. ألو، كيف حالك أستاذ؟ يا حي الله يا أستاذ. تمام، بدي إياك تقرأ من هون، من عند انستد لعند آخر الفقرة. مستر قصي تفضل. سيد كثير والله ممتاز، ممتاز ومستحيل نقرا. طيب حرفيا انا كل اللي رافعين ايديهم اخترتهم انهم يقراوا وبرضه مستحيل. طب تفضل مستر احمد. طيب بدي افتح لكم الشات، مين بده يقرا؟ عادي لو قرأت رح ترجع، خليك ترجع تجاوب معانا، بس بدنا حدا يكمل قراءتها عشان مش انا اقراها كامل. اوكي انا حنزل بايدين، اللي بده يقرا يرجع يرفع ايده. تفضل مستر يزن كمل. قصي انت تحت المايك، يزن وقصي ايوه، افتح مايك اول يتفضل.
آه والله. ما بعرف ليش المشكلة اللي صارت عندي الآن. أكمل أستاذ. يس تابع وبعدين أسامة ترجع تكمل، وإذا حدا كمان بده يقرأ يحكي عشان نفتح له معنا. أوكي. Other Muslim countries accepted the symbol and it was formally adopted in 1992. So far, 33 Islamic countries have reconciled the Red Crescent. The Red Crescent's طب اسمع، خلينا بس اترجم الفقره الاولى بعدين ترجع بتكمل انت وانسام الثاني، تمام؟ اوكي. طيب اوكي. In 1877 the Ottoman Empire went to war with Russia. عام 1877 الامبراطوريه العثمانيه ذهبت للحرب مع روسيا. The medics who took care of the wounded soldiers on the Russian side marked their ambulances with a red cross. المسعفين اللي كانوا يهتموا بعلاج الجرحى في الجرحى على الجانب الروسي كانوا يحطوا إشارة صليب أحمر على سيارات الإسعاف الخاصة بها. This was the symbol used by all countries to protect medics during battles. هاي كانت الإشارة اللي استخدموها كل الدول من أجل حماية المسعفين خلال المعارك. However على أي حال ممكن تكتب المعاني العربية. أوكي بس أنت أكتب الكلمات اللي بدي فيها عشان أعطيكي معناها. However, the cross reminded the Ottoman Empire of previous wars against soldiers carrying a similar flag. ولكن الصليب كان يذكر الإمبراطورية العثمانية بحروب سابقة ضد جنود كانوا يحملون مثل هذا العلم. So, the Ottoman officials used a red crescent to mark their ambulances instead. عشان يستخدموا هلال أحمر عشان يعلموا سيارات الإسعاف الخاصة بها. Sometime later, other Muslim countries accepted this symbol. بعد وقت لا يعني في وقت لاحق دول أخرى إسلامية accepted هنا معناها تقبلت أو اعترفت بهذا الرمز. And it was formally adopted in 1922. تم تعيينه بشكل رسمي أو تبنيه بشكل رسمي عام 1929. So far, 33 Islamic countries have recognized The Red Crescent. Recognize معناها هنا اعترف بشكل رسمي. Okay, could I complete? Yes, go on. وفي عندنا حسين راح يقرأ بعدك بدنا نرجع ليزن أو أي حدا ثاني كمان بده يقرأ. The Red Crescent Society is a part of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Society. Red Cross and Red Crescent Societies. This is a huge organization that has 97 million members, volunteer and superiors in 187 nationality societies. Red Crescent societies are important to the international region as they have developed guidelines that include no witch tradition. Bravo. تمام نقرأها بس نتأكد من شغلي. The Red Crescent Society is part of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. مجتمع الهلال الأحمر هو جزء من الاتحاد الدولي لمجتمعات الهلال والصليب الأحمر. This is a huge organization. هنا هي definition تعريفها منظمة كبيرة that has 97 million members. لديها 97 مليون عضو. Volunteers and supporters. 97 مليون من أعضاء ومتطوعين وداعمين. In 187 international sorry national societies. في 187 مجتمع وطني. Red Crescent Societies are important to the International Federation. مجتمعات الهلال الأحمر هي مهمة للاتحاد العالمي. As they have developed guidelines that include non-Western traditions. وهي طورت خطوط إرشادية فيها أو ضوابط لتتضمن تقاليد غير غربية.
تمام. بيحكي لك على من هو الجزء الأول، بدك تجاوبيه ولا بدك تسألي؟ أوكي تفضلي يا مرح، إذا عندك المايك أي ثينك. أستاذ، يس تفضلي، على إيش بتعود هو؟ بتعود على الكلمة اللي قبلها مي دايس. منت منت، ممتاز. اوكي هسه بشكل عام الريليتيف بروناونز تختلف عن البروناونز العاديين بشغله بسيطه. البروناون ممكن انه يكون عندنا هي اوتمان اللي هي العثمانيين، العثمانيون او العثمانيين يعني. بشكل عام الريليتيف بروناونز اللي هي هو ويتش وير وين هوز تعود دائما على الكلمه اللي قبلها مباشره. ذا ميديكس هو، اورجنايزيشن ذات، officials who, guidelines that، فهي دائما بترجع على الكلمة اللي قبليها مباشرة. فعشان هيك احنا عندنا who راجع على minutes، that راجع على organization، و that راجع على guidelines. تمام. هسه في عندنا حسين كان بده يقرأ. تفضل يا حسين. في عندنا ريماس كانت برضه بده تقرأ. حبو أستاذ. يا حي الله يا أستاذ. يلا احنا وصلنا عند آخر فقرة، تفضلي. لحد ما سطر 14. هاي حسين فاتح المايك، أنت تبلش تقرأ أول. كل ما يحاول يفتح المايك بسكر معه. سطر 14. يس 14 لاين فوز. Today the Red Crescent is very important in responding to disasters such as earthquakes or fires, as well as providing the aid to developing countries. A key principle of the principle of the organization when providing this natural opportunity. Red Crescent volunteers work to prevent suffering for everyone, regardless of nationalities, religion or gender. Religion or gender. Okay. Today, the Red Crescent is very important in responding to disasters such as earthquakes or fires. اليوم الهلال الأحمر هو مهم جدا في الاستجابة، لأن respond الاستجابة to disasters. Disasters حكينا كوارث، أنا أكتب هاي الفقرة حسيت فيها أكثر كلمات. تمام. Such as earthquakes زلازل، or fires حرائق، as well as providing هو التزويد. اكتبها يا فوق. energy فيها واحدة واحدة. gender معناه هنا الجنس، هو male or female. providing aid تزويد المساعدة وتقديم المساعدة to developing countries إلى الدول التطورة. a key principle of the organization when providing this aid is neutrality. مبدأ مهم. principle معناها هنا مبدأ، وكي هنا مش مفتاح، معناها هنا مهم. جايب a key principle هون مبدأ مهم. When it's provide sorry when providing this aid، مبدأ مهم أو عامل مهم في تقديم هذه المساعدة is neutrality. neutrality اللي هي الحيادية، يعني هم يكونوا حياديين. Volunteers work to prevent suffering for everyone. المتطوعين بيعملوا لمنع، prevent هنا معناها منع، منع المعاناة للجميع، بدهم يمنعوا المعاناة للجميع regardless بغض النظر عن الناشوناليتي، ثواني بغض النظر عن، انا اعطي الشيء اكتب فيه اللي هو العربي، بغض النظر ناشوناليتي ان هنا الجنسية يعني من اي بلد هم بيكونوا موجودين، ريس العرق اللي هو وايت بلاك اور لاتينو، برافو برافو يا انسان، ريليجن الدين، اند جندر الجنس اللي هو ميل اور فيميل. ما تخلوا اي شيء بالحياه يحس يهمكم انه يو كان ايدنتيفاي از اني ثينج يو وانت، اتس اونلي ميل اور فيميل، جاد ديد ذات اند ات هاز اونلي هابند. تمام. What do these pronouns refer to? حكينا هو رجعناها على إيش؟ على medics، وقلنا ذات ترجع على organization، وذات الأخيرة رجعت على guidelines. حكينا اللي هي the pronouns بترجع دائما على الإشي اللي قبلها مباشرة. تمام. نرجع نسأل على هذول الأسئلة بشكل سريع. How did the Red Crescent get its name? Who can tell me?
يلا نشوف ناس يقدر ينزل ايدين. هو كان tell me بس نشوف ناس جديدة. هو كان tell me how did the Red Crescent get its name عشان بعدها نبلش في المراجعة. تفضل. From the Ottoman Empire. Perfect, from the Ottoman Empire. Why is the Red Crescent important to the International Federation? ليش هو مهم لل International Federation؟ ميديك معناها مسعف. The most important object is neutrality. جميل. هاي شو اسمه، هاي من أحد العوامل. Perfect, perfect. يا سلام. ميديك معناها مسعف. طيب الجواب بشكل كامل هي it's important. وين راحت؟ بس نتذكر سؤال is it important to the international federation. ممتاز. هي والجواب الكامل منهم as they have developed guidelines that include non-Western traditions. And the last one, what does the Red Crescent do to help people? هي بتيجي في آخر إشي. They provide aid in neutrality. Responding لعين تون. هاي question اثنين. طيب هسه بشكل سريع نعمل فاصل سريع جميل. كلمة organization معناها منظمة. طيب هسه عشان نحكي على موضوعين سريعات خفيفات لطيفات جدا راح يفيدوكم، جدا راح يكونوا مهمات بالنسبة لكم. الموضوع الأول وهسه أنا أي ثينك أنا مسحت الصورة من عندي، فخلينا أتأكد أنتم حظكم إذا بلغيها أو لا. طيب مس بتول بلاقي عندك صورة الابلكيشن الديكت بوكس، مش مشكلة بس ببعثك فيها. طيب الفكرة اللي بدي اياكم تركزوا فيها يا اعزائي، مين ببعث الحل على الشات؟ استاذ يس تفضل. بس اغلبك تبعت لنا اوراق العمل اللي اخذناها في الحصة. تبعت ال اي ورقة على قصدك؟ على القاعدة المرة الماضية ولا ايش الحصة هاي؟ القاعدة المرة الماضية. ابشر. خلاص. بياكم هسه بدي افرجيكم شغلة سريعة بالنسبة لكم للريدنج وبالنسبة لكم تركزوا معي. جايد لاينز بمعنى التوجيهات، او هنا بمعنى الضوابط، ضوابط خطوط ارشادية، معنى حدود. طيب. مبين عندكم الشير. ممتاز. هذا الموقع جدا جدا مفيد بالنسبه لكم، جدا جدا راح يطلع صفحه بالنسبه لكم سواء انتم او اي حدا بتعرفوه. بالنسبه لها شغلتين، reading and conversation، reading and speaking. تدخلوا على موقع اسمه ESL fast، هي الرابط بعت لكم اياه. مثلا انت كطالب عندك مشكله بالقراءه، تدخل start reading for children. هذا ما بتعتبرها انه reading for children، وانا صف تاسع بدخل going to the zoo بلاقي she goes to the zoo موجود اني انا اسمعها. She goes to the zoo. She sees a lion. The lion roars. She sees an elephant. بيساعدني أنا بلفظ الكلمات بشكل صحيح. بلاقي هون أنا في عندي 100 موضوع عبارة عن فقرات صغار. خلصت 100 موضوع هذا ببلش start reading for children number two. برضو عندي 100 موضوع. بعدين three. برضو عندي 100 موضوع. بعد ما أخلصهم super easy reading. بعدين easy reading. بعدين graded reading. وكل واحدة منهم فيها مئات المواضيع. هذولا اترك لحالك ربع ساعة نص ساعة في اليوم انك تدخل تتكلم في هذا الموقع تسمع وترجع تقرأ وتعيد. طب هاي من ناحية الريدنج. طب من ناحية السبيكنج بدك تحسن حالك في السبيكنج، نفس الشيء عندك برضه نصوص انت بتقرأها. هون عندنا conversation between two people like here and أكيد أنا his mom ولد وامه. Good morning Tom, it's time to get up. Is it seven already? I'm still sleepy. فهون لما تشغل الساوند برضه بتسمع الحوار بين الشخصين. It's time to get up. Is it 7 o'clock already? الابلكيشن جدا، الموقع جدا سهل وجدا بسيط. كلكم تدخلوا عليها. لكن اوكي. ابشر. تمام. تقدر تدخل على هذا الموقع بكل سهولة وبكل بساطة، بتقلبوا فيه بتحضروا بتسمعوا. حتى في جيمز، يعني في تركيب الجملة في عنا جيمز هي هون اللي هي scrambled sentences، في عنا هون grammar notes بتفيدكم، easy grammar exercises، في كثير أشياء. مثلا حدا مش فاهم أو مثلا حدا عنده هاي spelling rules بتفيدك، swimmer for a single syllable or not.
مو كله سهل بس خطوة بخطوة بتطلع أمورك جدا ممتاز. مثلا هون adjectives and adverbs. Everyone likes and for a person and honest person. فكانك تتدرب، كانك تقضي وقت تستمتع فيه وتتعلم فيه بنفس الوقت. والحلو هذول كلياتهم تبع على مئات الملفات أو مئات الصفحات، لسه في عندنا هون speak English fast, English conversations, English for USA immigrants. في كثير كثير من الموضوع هنا advanced grammar exercises، كثير كثير من الموضوع، في أشياء بتفيدكم بتسهل عليكم بتساعدكم إنكم تتطوروا، مش شرط إنكم تتطوروا بس للمدرسة لامتحانات المدرسة، لا إنكم تتطوروا لحالكم. يعني you know that English has is superior right now، اللغة الإنجليزية صارت هي dominant، صارت هي الشيء الأساسي والثابت واللي طاغي على كل شيء. هاي من الناحية الأولى. من ناحية الناحية الثانية في عندنا application اسمه DictBox. هذا عشان برضه لفظ الكلمات ومعانيهم، اكتبوا على جوجل بلاي ديك بوكس، نزلوا الابلكيشن. خلصت الحصه؟ لا لسه، ضايل نص ساعه يا استاذ، بس هاي كانت شغله سريعه انها تفيدكم. طيب وفي عندنا هون بالنسبه للفظ، تدخل تكتب الكلمه بتلاقي لفظ الكلمه ومعناها انجلش ارابيك، طبعا حسب الظاهر اللي انتم بتنزلوا فيه كثير من اللغات. هاي هون بيطلع لك اليو اس اليو كي والايو الاستراليا، لفظ الامريكان والبريتش والاستراليا، عشان تتعلموا لفظ الكلمات وتستفيدوا منهم. كان تنزلوا الاندرويد وبنزل الاي او اس، يعني اندرويد واي او اس. دول شغلتين جدا جدا راح يفيدوكم لو تركزوا فيهم وتستفيدوا منهم. ناو خلينا نرجع نعمل مراجعه على القاعده قبل ما نبلش نحل في الاكسرسايز. طيب انتوا اي صار حكينا عن ديسكتوب كويت نايت كويت and five. طيب انتوا اللي داخل معكم بالكتاب في هاي الوحده، الا وهو الكوانتيفايرز او كوانتيتي ووردز، المصطلحات والكلمات اللي بتحكي عن الكميه. موجودات عندكم a lot of، many much, too many too much, too little too few. ورح مش داخل عندكم too many too much، عندنا a lot of, many or much, a little or little, few or a few, how many or how much, some or any. هم كل واحدة لها استخدام لها معنى في الجملة. أفضل طريقة أنك أنت تقسمهم بناء على المثبت أو على النفي أو على كمية كثيرة أو كمية قليلة. طيب أول شيء نبلش فيه عندنا بالنسبة لما تكون الجملة affirmative، وأنا بدي أحكي أنا عندي مقدار كبير have a large quantity، بستخدم a lot of بالمثبت. تمام؟ مقدار كبير بالنفي وبالسؤال بستخدم many و much. Did you get much sleep? No, I didn't get much sleep. يعني لما أنا بدي أحكي على مقدار كبير مثبت بستخدم معها a lot of. I got a lot of homework. Ellie eats a lot of fruit and vegetables. أنا لدي الكثير من الوجبات، وإلي تتناول الكثير من الخضار والفواكه. لما تكون منفية إن أنا ما عندي كثير من الفواكه، I don't have much homework. I don't have many tools. تمام. بالنسبة لل small quantity اللي هي عكسها بنستخدم little, a little, few و a few. الفرق بينهم جدا سهل وجدا بسيط، فما مش كثير تدققوا عليها. الفرق بين little و a little, few و a few. فأنا بهمني أستخدمهم بناء على معناه. المقدار كبير a lot of، مقدار كبير منفي أو سؤال much or many. The small quantities and a little few or a few اللي هني عكس، يعني عكس a lot of little or a little few or a few. لما بدي أعمل السؤال بعمل السؤال على how much وعلى how many. بهمني أعرف إنه much لا ال uncountable و many لا ال countable. تمام؟ وبضل عندي انا السم والاني، انا بستخدمها السم للمثبت واني بستخدمها للنفي والسؤال. I have some sugar. I don't have any cows. I don't have any milk. الثنتين هذول ما بفرق معهم اللي هو countable او uncountable. طيب عشان نفهمها بشكل اكبر بدي اعطيكم اكسرسايز بسيط نحله مع بعض. ثواني طب لو بحكم بالشات اذا في شيء بتحبوا انكم تضيفوه.
عندك سؤال؟ طيب بس نفتح المايك لأحمد بعد إذنك. المسابقة كمان شوي بس نحل كم من تمرين بعدين نعمل المسابقة. السلام عليكم وعليكم السلام. أستاذ، هسه إحنا عندنا الأستاذ بالصف معطينا as much و as little. as much و as little و as many. لا هاي انك انت هاي بحالة المساواة بس هي مش داخلة معكم بالكتاب. يعني هاي مش مطلوبة. لا حاليا هي مو مطلوبة منكم، هي الفكرة انه تقريبا صغير. لا هو هي كقاعدة في لسه في عندنا enough وفي عندنا as في عندنا اكثر من شغله ممكن نستخدمهم بس احنا بنتقيد بالشيء اللي موجود معكم بالكتاب. يعطيك العافية. الله يحفظك يا رب. طيب هسه بس خلينا نفتح ال خلينا بس نعمل الاكسرسايز بشكل سريع. يس افيو بكون فيها ايجابيه على فيو بس ما فيهم الشرح القطعه. راح تمام انت مش راح اشوف لك شرح القطعه بحكم اياها على الجروب. هسا الفرق بين فيو وافيو مش كثير مهم ومركزين فيه انه يعني يعمل فرق عندكم بالماده. تمام. طيب هاي الكويز راح ابعث لكم الرابط وراح ادخل احله للي بيحب انه يضل موجود. طب خلينا انه بس نمشي. راح ادخل احله معكم عشان شو اسمه كان اللي عنده مشكله بالقاعده نتدرب فيه مع بعض. والفرق بين فيو وافيو للي سالوا ليش ما نعمل قصدك انجلش كل شيء مهم على الجروب وانا عامل جروب على الفيسبوك وكان المفروض بس انجلش بس بدهم يحبوا انه يكون كل المعلمين موجودين فيه. فحاليا هو بس موجود على الفيسبوك. الفكرة بالنسبة للفرق بين فيو وأفيو وليتل وأليتل الفرق مش كثير كبير إنه يكون يعني واضح معكم بالحل وبالجملة. لو حكيتوا فيو أو أفيو ثنتين بزبطوا نسبة لطلاب مدرسة. يعني أنا شفت الفرق حتى في منهاج خاص كان بمنهاج Future Discoveries ما شفت هالشيء اللي له اهميه. حتى التمارين اللي حطيناها بالكتاب حاطينها لها. يس تفضل نستعد الكويز رح نبلش وربع يعني بس خليكم تجمعوا عليه. لن اتاكد اذا الورقه لساتها موجوده عندي. هي الواحده منهم بتعطي كميه ايجابيه يعني I have few friends يعني شبه ان انا ما عندي I have a few friends هي انه انا مبسوط ان انا عندي الاصدقاء. اوكي الكود ده موجود تمشي وهي الكود 20 21 20. مش انه في عندنا مثبته الاول وحده تكون داخله على الحل. طيب خليني اعمل شير عليها وافرجيكم اياها. هاي حتى كانت ال كانت وجه المقارنه الواو. طيب a little is used with positive quantity and non-countable nouns. احنا عارفين انه little و a little سنتين مع non-countable بس الفرق بينهم انه a little is used with positive quantity بيكون فيها كميه ايجابيه على little. little expresses a diminutive size or negative quantity بتكون هون زي كميه سلبيه. Almost nothing تقريبا انه ما في. على سبيل المثال there is a little milk in the refrigerator في شوية حليب بالثلاجة. A little here expresses that there is enough milk like for مثلا to make a coffee or to eat a cereal bowl بتكفيك انك انت تشرب قهوة اذا بتعمل قهوة بحليب او انك مثلا انك تعمل cereal bowl. خلينا ابلش الامتحان. دخلت شو عمل انتظروا فوت على جوجل واكتب.
وبالمقابل I have الثانية، شوف الجملة الثانية من راحت هي. I'm sorry I speak little French. أنا بحكي شوية French، يعني بكون يا دوب بعرف الأحرف وأكمل كلمة مبسطات ما بقدروا يساعدوني. There was little time to finish my homework. كان في وقت قليل يعني almost to nothing يعني I didn't finish it. بالمقابل would you like a little water أو the water، بدك شوية مي هون عشان تكفي. فهذا هو الفرق إنه a little و a few فيها positive أكثر، فيها نسبة أو كمية أكبر على little و few. أهلا يا سيما، هي التحقت على وقت الكويز، هي الكويز الكود وهي ال هي يعني دخلت وقبل شو اوكي الموقع ان شاء الله تدخل الموقع هوبفلي يكون ظبط معك الكنسلس. جربوا ادخل على الويب سايت نفسه. يور سو ويلكم. يلا خليني انا ادخل احله شوف قديش ممكن اجيب. بالنسبة للبي سي طيب خلينا أعمل شير لعندي. إذا في حدا، أنا فاتح الشات، إذا في حدا حابب إنه يفتح أفتح له مايك ويجاوب معي فليتفضل. And is very busy these days. She has few free time. لا لتركيب how much when as a question how much there are round windows there are some يوجد البعض. أن أحمد بالمركز الأول يعني عليك يا أحمد. I didn't see فراغ of the time because I fell asleep much. I didn't see much. How many cups did you buy? Cups countable. It's very quiet. There aren't any. Oh, there aren't many people. يا أني يا هنا من. Here we only have a little time. سامحني ترى القاعدة أنا مو فاهمة. طيب يا سندس هسه احنا شرحناها الحصة الماضية، احنا ننزل الرابط عليها وهي ال في اسمه هي الوايت بورد، هي عملت شير عليها كانت تقرأ بعض الأشياء اللي فيها. أو استني سندس افتح المايك. سندس الخالد صح؟ فأنا مش عارف وين السؤال اللي كنت حل، الصفحة اللي كنت حل فيها. وعلينا السؤال how many؟ لا how much؟ لأنه copy غير معدود uncountable. طيب بس اللي بيحب إنه يجاوب معانا فليتفضل. أنا شايف أنس اثنتين رافعين إيديهم وليل ثلاث. إن شاء الله يفتح المايك. سندس الخالد. يعني بحاول إنه أفتح المايك أكثر مرة. جرب اطلع وارجع بشكل سريع. ما بعرف شو المشكلة اللي بحاول فيها. سام فتح معكم. تزود بحالتين فوتوغرافس. هاي سندس أعطيتك البريفليج ما بعرف شو المشكلة. رابط رابط معلم. ادخل على الموقع نفسه كويزز اللي هو زي هيك. في
بدنا نحل. شو اسمه اي سندس؟ بحاول افتح لك المايك بس سندس ما بعرف شو المشكله. هي موجود اصلا، المفروض تقدر تفتح المايك. Most of the time is while there are few. عندي ست اغلاط. لا اطلع يس اطلع ارجع فوت بسرعه عشان ارجع اعمل افتح البريفليج تبع المايك. برافو يا احمد. ليش بس ست اغلاط؟ ليش المره الجايه ما في شغلات؟ ركز في القاعده. ترى يا جماعه القاعده هي جدا سهله بس بدك تكون منظمها ومرتبها. ما بالك بزيت توداي بت اي هاف جوت هسه رح ارجع اعطيكم تلخيص القاعده بشكل بسيط بس نستنى سندس خليها ترجع كمان مره. The museum wasn't very crowded. There were few. بما إنه not very crowded فبيكون في عدد قليل. The weather has been very dry recently. We have had in the dry we have little rain. Dry جاف فبتكون little rain. السؤال اللي حطوا لي غلط لما يدخل فيه. I don't have time. I don't have فراغ to do sports. I don't have much time. ما عنديش كثير وقت عشان أقوم بالرياضة. How many people came to the meeting? الناس اللي أجوا. I can buy. حلو هنا هذا مثبت. A lot of biscuits. And the last questions on apples. How many apples? Is that سندس الخالد لا رب تكون صلت معي. There aren't many car parts in the center. هنا يا أني يا مني بتقول. They didn't give me any information or they didn't give me much information. لا إلينا في much. ويمكن من اعدادات التطبيق ما في. طيب هسه انا بدك تركز معي هسه ارجع الخص القاعده بشكل سهل وبشكل بسيط. طيب نعمل هون نعمل هون نعمل هون. ركزي معي يا سندس. ما بعرف شو المشكله اللي حاولت اكثر مره افتح المايك بس ما زبط. حسيت مش عارف. اني هاو. طيب هسه بس بدي اياك تركز معي. بدي اعمل تلخيص سريع للقاعده. اول شيء لارج كوانتيتي كميه كبيره اما مثبت اللي هو افيرماتيف a lot of زي a lot of biscuits. طيب او نفي نستخدم much او many. نفي سلاش سؤال. هاي بالنسبة لكمية كبيرة. طيب هسا ليتل أو خلينا نحكي سمول كوانتيتي كمية صغيرة هاي بتكون مثبت بأنها كمية صغيرة مثبت ليتل أو فيو. تمام. بالنسبة للنفي أو السؤال برضو إيش بنرجع نستخدم؟ مين بقدر يحكي لي؟ بس أنا إذا كانت كمية كبيرة أنا بستخدم. نشوف في حدا فاتح المايك. طيب نشوف أمثال. يلا فاتحين المايكات خليكم تجاوبوا. سندس ما بعرف شو المشكلة. الله حاولت أكثر من مرة. أني لا هيخليها الحال. برافو وسائل الحال. طيب ليكن أنتم تاخذوها من ناحية نسبة وتناسب أو من ناحية منطقية. هسا انا عندي كميه كبيره استخدمت معها a lot of. الكميه القليله كمثبت استخدمت معها little and few. النفي والسؤال بالحالتين انا بستخدم many and much. انا ما عندي كثير تفاح انا عندي شويه تفاح. I don't have many apples I have few apples. احنا بنحكي من ناحيه هاي من ناحيه الماني والماتش والليتل والفيو.
فأنا عشان أنا أسهلها، إذا أنا بدي مثبت كمية كثيرة a lot of، كمية قليلة little و few، بالحالتين نفي الكمية الكبيرة تعادل نفس الكمية الصغيرة، فأنا بستخدم بالنفي وبالسؤال much و many. أو خلينا نشيل هذا بيت السؤال. فأنا بالمثبت a lot of أو little و few حسب الكمية، كمية كثيرة a lot of، كمية قليلة little و many، بالنفي many و much، don't have many or don't have much. صح بتزبط مع النفي صح. هاي في لها حالة خاصة بس هاي سبب بعطيكم إياها. طيب نيجي على إيش؟ نيجي على السؤال the question بشكل أساسي. الكويس بضايق له 4 دقائق وبعدين عشان نشوف مين اللي فاز. الكويشن نستخدم معها هاو ماني او هاو ماتش اللي فيهم بالجمله الاساسيه. احنا بنحكي اي دونت هاف اني، اي دونت هاف ماتش، اي هاف ليتل. انا نفس الجمله بزمن الجمله بنفيها. مثلا اي هاف ا لوت اوف ابلز، انا لدي كثير من التفاح. اي هاف سمبل بريزنت. I don't have much. Sorry, I don't have many apples. أنا نفيت الجملة. أنا هذول الكلمات ما بيأثروا علي بنفيهم لأنهم أنا بنفي الجملة. تمام؟ أنا بشوف نفي الجملة نفسها حسب زمنها بنفيها. أنا هذول بس بستخدمه لمحددات ومقدار الكمية. بننفي بdon't، بننفي بdoesn't، بhadn't، بhaven't حسب زمن الجملة. تمام؟ بالنسبة للquestion نعمل how many و how much. هاي بالإشي الأساسي اللي عندنا اللي هو a lot of many و few little و a little much و many. هذول هني بشكل أساسي بالمثبت وبالنفي بالسؤال. بيجي عندي أنا هون some و any. تمام؟ some و any. some لا المثبت الجملة المثبتة و any نفي وسؤال. الحالة الوحيدة اللي بتيجي فيها some مع السؤال لما تكون as an offer، لما تكون طلب تقديم شغله. يعني مثلا would you like some tea؟ انا بساله هل بدك شاي، انا بعرض عليه وبقدم له اذا هو بده شيء. انا اذا بتبع القاعده العامه المثبت لسام الجمله المثبته. تمام؟ عشان هيك احنا سوري يا سندس ما بنستخدم، او بابا احمد انه اللي حكى ما بنستخدم سم مع النفي، احنا بنستخدم سم مع الجمله المثبته. الحاله اللي بنستخدمها مع السؤال بتكون لما انا بدي اقدم لشخص شغله. Would you like to come؟ Would you like to drink some coffee؟ Would you like to drink some tea؟ أنا بستخدمها مع النفي والسؤال. فعشان هيك انا لما كنت احل هسه بالكويز بالاكسرسايز هذا وكان يطلع لي اي جمله منفيه يروح بالي نحو شغلتين. يعني انا من القاعده كلياتها لما بدي انفي بروح باتجاه شغلتين، يا باتجاه اني يا باتجاه many much. I don't have any coffee. I don't have much coffee. I didn't buy any apples. I didn't buy many apples. تمام؟ اقرا الحصه وجهت اسمها انتم. احنا قاعدين بنعمل مراجعه على القاعده. سم نستخدمها للجميع. الفكره انه سم واني بنستخدمها للكاونتبل وانكاونتبل. اول على الكويس انا كنت بعرفش حدا اخذ انا. طيب انا يعطيني العافيه استنى ما نضل معنا دقيقه خلونا نرجع بس نشوف جائزه الكويس. طيب انا طلعت بتول يعطيك العافيه مشكورك جدا. عندنا سيما لدعجه. طيب نشوف من سيما بعد سيما ولا سما ولا لا سيما. سيما لدعجة، تفضلي يا سيما. فهمتي حاليا علينا يا سندس؟ هي فكرة القاعدة وأساس القاعدة عندنا يا سندس بالحفظ بمعنى الجمل، ولكن باتباع القاعدة إنه هاي بتيجي مع المثبت. ليتل وفيو تستخدم مع الكاونتبل وانكاونتبل. يعني فيو بنستخدمها مع الكمية القليلة المثبتة المعدودة. فيو ابلز، فيو بنس، فيو تشيرز، اتسرا. أستاذ. أنت سيما صح؟ سيما. برافو برافو، مبارك مبارك، ربحتي معنا اشتراك لنص الابواب. هنا بعثت الرقم على اوكي تمام، بعثت لك رقم التليفون على الشات. خذي الصوره،
خدي الصورة. لا إنك أنت فزتي، الاسم عندك بال شو اسمه، جدا عجبتيني يا بتولي. طيب خذ الصورة، لا الموقع إنك أنت جبت المركز الأول، حاليا راح تكون تحدث عنك في المركز الأول، وابعث على رقم التليفون هذا عشان أعطيك الاشتراك. طب أنا طلعت من الموقع، أنت مثلا ممكن ترجع بس مشان آخذ من عندك؟ لا هسه انا بس بدي اثبات، ومن اللي قاعد بحكي قاعد بتحكي سيما صح؟ خلص، اما انه انت قاعد بتحكي ورقم التليفون عندك هذا بدي اثبات بس انه انت سيما، ما طبق امورك تمام خلاص تمام. 100%. صاير بس نشوف الصورتين هذول. حلو، ممتاز ممتاز. هذول الصورتين، الصورة هاي تبعت الشرح مع رابط الحصة، مع رابط شرح الحصة الماضية، هذول راح ينزلوا عندكم على الموقع. وبالنسبة للي سألني على تبعت as بنستخدمها يا أستاذ إحنا للإيكواليتي، للمساواة، يعني as much as many as little as few as، بس ما نقدر نستخدمها مع a lot of، يعني نقدر نستخدمها مع many و much و little و few. As some, sorry, as much, little, few, many, as عشان نعرف المساواة بين الطرفين، لأنه هن الأربعة هذول many, much, little, few بيحكوا على مقدار. ما بزبطش نحكي as a lot of as. أستاذ ورجينا الترتيب تمشي. المهم بتمنى إنه أمورك تكون تمام يا سندس وفهمتيها، كنت مركز ثاني بعدين صرت مركز خمسة. طيب إحنا هي الترتيب عندنا سيما رقم واحد، ريماس أحمد، بعدين سيما اللي تعجب دخلي بالحساب الثاني يعني هي عامله امتحان مرتين، وعندنا زيد، عندنا انسام، بعدين ريماس صارت ريماس المركز الثاني. ممكن نطلع ملفات اوراق العمل على ابواب، الملفات هاي موجوده داخل جروب الفيسبوك، احنا اصلا وصلنا لاخر الحصه، رح نبعث لكم هسه الفورم وجروب الفيسبوك، وهوبفولي هوبفولي تكون اموركم شو اسمه اموركم تمام وفهمتوا القاعده. انتوا الصف التاسع، هي الفورم، ممتاز ممتاز انك فهمتيها. فانا زي ما حكيت لكم هي بامكانكم تدخلوا على الموقع وتكتبوا اسم القاعده ويطلع لكم عليها تمارين وتتدربوا عليها. استاذ هاي ثاني مره بتكتب لي يعطيك العافيه، ما بتزبطش في حرف الياء زايغ منك. طيب الله يعافي قلبك يا سيما، شوف يعطيك مش يعطيك. المهم انا في عندي حصه هسه على الساعه 5، حصه السادس، بحب يجي يتفضل عندنا، يا حي الله فيكم. ومبارك مبارك لسيما، وش ذا كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها. يلا تصبحوا على خير، يعطيكم ألف ألف عافية، واستنى عشان بس نرجع نبعث الرقم كمان مرة لسيما. ما تنسوا تعبوا الفورم وتدخلوا على جروب الفيسبوك عشان نرجع ننزل عليها. لا لا دخلنا مرة